جينا بقى للايه، فاضل لنا الايديت والديليت. هنبدا ان شاء الله بالايديت. الايديت هتتم معانا على مرحلتين. لو روحنا كده اتخيل ان هي هتتم معانا على مرحلتين. عندنا صفحه، عايزين نعمل صفحه زي الاد برودكت، بس هتبقى اسمها ايديت برودكت. يعني ممكن نخش على من فيوز كده، ممكن نفتح في الاكسبلورر فيوز زي الاب برودكت، اعمل منه كوبي واسمي الفايل ايديت برودكت، وكمان البرودكت ده هنزود فيه شوية functions. احنا كنا عملنا functions بتاعت الاد برودكت والاد برودكت بيج. يبقى احنا عايزين نعمل الاديت برودكت بيج برضو request response بس كده اهي. وعايزين ايه طبعا ده اللي هيبقى بتاع الجيت، وعايزين واحده كمان للبوست ايديت، هنسميها مثلا ايديت برودكت، ودي برضو هتبقى ليها ريكوست وليها ريسبونس. وفي الاب جي اس نزودهم بقى في الحتة بتاعت الروتس. عايزين 2 تاني بس مش للإيديت، وهيجي وراها اي دي، دي برضو للإيديت، يجي وراها اي دي، وبدل اد هتبقى ايديت برودكت بيج. ايديت برودكت بيج ونسميهم هنا البوست ايديت برودكت والجيت ايديت برودكت بيج. مظبوط. هنا يبقى اسميهم من الصفحه، يعني ايديت برودكت بيج وايديت ايه برودكت جايين من صفحة مين البرودكتس. حلو جدا، حلو جدا. جميل كده. احنا بس ايه سلمنا الصفحات بعضها. ماشي. ودول لسه حتى الان فاضيين، ما فيهمش اي حاجة. ممكن لو احنا عايزين نعمل ريندر بس جاست ريندر كده في الايديت برودكت بيج، قلنا لو عايزين بس ان ايه لما تيجي تعرض اعرض لنا ايديت برودكت، بدل اد نيو اقول له ايديت برودكت نو مسج مؤقتا، تعال نشوف لما ادوس على edit. ماشي، هو في edit products EGS مش موجودة. ماشي، على العموم هو راح على edit 22 مظبوط، بس ضرب مني. نرجع نشوف ضرب ليه edit. ده edit edit مكتوبة غلط، وبناء عليه هو ما لقاهاش edit بالتي. نعمل ريفريش وندوس تاني ايديت. تمام، هتبقى حاجه زي كده انه مسج، مفيش مشكله. عايزين بقى ايه الداتا هنا المره تبقى طالعه، عايزين نطلع الداتا هنا بس نفس المنظر ده كده، بس الداتا تبقى ظاهره. وعايزين نعرض الصوره هنا وشويه كده ايه تعديلات بسيطه. بس عشان نعمل التعديلات دي يبقى لازم البرودكت هنا دي الايديت دي تجتلي داتا،
انت جبت لي داتا بتاعه الاوردر او بتاعه البرودكت رقم كام، رقم 22 مثلا، بتاعه البرودكت رقم 22، هي بتتكلم على اوردر برودكت 22، يبقى جبت لي من الداتابيز بقيه الداتا التايتل والديسكريبشن والكوانتيتي والبرايس، بقيه الداتا 22 وكده احطهم هنا في الشاشه صح كده، ابعتهم يعني. يبقى الاول لازم هنا يحصل كويري، لازم هنا يحصل ايه كويري. الكويري ده بيجيب الداتا من الداتابيز، طب ما ده بالنسبه لنا عدى علينا قبل كده، ما هوش جديد يعني. فاقول له طالما ما هوش جديد يبقى احنا ممكن نشتغله ازاي، كان قريب من اللي احنا عملناه في الاندكس، كان في عندنا كويري صح ولا ايه بالظبط كده يعني، كان حاجه شبه كده، كان حاجه شبه كده. تعال نشوف سيلكت كويري، سيلكت استرسك فروم برودكت اوردر باي البرودكت اي دي، وكلام بسيط من ده. قلت له ماشي، اولا انا عاوز ليت، عايز اجيب البرودكت اي دي الاول اللي انا عايز اعرض بياناته، البرودكت اللي انا عايز اعرض بياناته، وده طبعا هجيبه منين؟ قلت له هجيبه من الريكوست او اصلا مبعوت لي هنا اهو صح، واحنا كنا مسمينه اي دي يعني في الاب، هو بيجي تحذف بيتحذف لنا ايديت على اي دي صح كده، اهو كنا مسمينه كده مدلعينه كده. يبقى اقول له ريكوست دوت بارامز بارامترز يعني، يعني القيم المرسله ليك دوت اي دي، خلاص جبناه وحطينا اللي سميناه البرودكت اي دي، سمينا ده البرودكت ايه اي دي. كويري بقى سيلكت استرسك فروم برودكت، سيبك من اوردر باي مش عايزين اوردر باي، كان عايزين وير بشرط، شرط ان البرودكت اي دي يكون بيساوي بيساوي ايه، يكون بيساوي الفاريبل اللي اسمه برودكت اي دي اللي اتبعت ماشي كده اهو. يبقى وير البرودكت اي دي بيساوي الرقم بقى اللي المبعوث فوق 22 بقى 23 الاخر. حلو جدا. الكويري ده لما يجي يشتغل يا ايرور يا ريزلت، لو ايرور هيبعت يقول لك ان في ايرور ماشي مفيش مشكله، ايلس ريسبونس ريندر اندكس، لا مش ريندر اندكس، ريندر الايديت برودكت اي جي اس و مش مانجمنت سي دي خالص اصلا كانت مضايقاني، و ادي ويلكم لا برودكت مانجمنت ولا كلام من ده، مش فيو بقى هنعمل ايديت ايه، ايديت برودكت ماشي. وانا برندر بقى هبعت له الريزلت، ابعت له الريزلت، الريزلت طبعا الريزلت دي بقى مش برودكت، المفروض تيجي برو 1 برودكت لان بدور عليه بالاي دي، المفروض بدور عليه بالاي دي، الاي دي دوت يونيك فما ينفعش يجي لي اكتر من واحد، فهو ريزلت اوف زيرو مفيش غيره، ايه اول عنصر الاري والمفروض ما يجيش غيره، ده الكلام ده لو كانت ماشيه سليم خلاص فهيرندر بالشكل ده. ده البرودكت اللي اتبعت لمين؟ لصفحه الايديت. طب صفحه الايديت دلوقتي اهي لسه ما فيهاش اي حاجه، انا بس هجرب ان انا اجي اعمل ايه قبل الفورم كده، هقول له عشان نشوف لو في برودكت ولا لا، برودكت اهو يترمي كده وخلاص لمجرد ان احنا نشوف بس الدنيا فيها ايه لما نتست. يعني لو رجعنا كده اهو وعملنا ايديت 22 قال لي سطر 6 في مشكله، تعالى نشوف سطر 6 اللي انا حطيتهم اهو عشان محطوط جوه حاجات جوه حاجات ماشي، يعني مرمولي بره خالص مش شعب الهيصه دي خالص. في برودكت جاي لك ولا لا؟ هو قال لي كده زعلان الراجل بيتر مشكلة في الـ SQL سطر 6، وبعد ما قال لي كونكشن ده بس سكسيدد قال لي ايديت برودكت سطر تقريبا ده حاجه قديمه مش عارف القديمه من كتير انا من كتر الايه ريكوست دوت نكست
عارف ايه، وقلنا حاجات وحاجات وحاجات وحاجات. طيب برودكت شيل يعني البرودكت ده عشان ده مزعله. ماشي ماشي، يعني هو انا بس كنت عايز اتاكد ان هو اشتغل يعني مش اكتر. ببعت لك المسج. ماشي انا هبعت لك المسج كنا بعتين في المسج في الايديت برودكت بيج. احنا شغالين على بيرندر. ايه ده احنا عاملين اتنين رندر؟ هو انا عمله فيه ايه؟ هو عمل الكويري ورندر وبعد كده رندر تاني، فطبعا الدنيا معاه بقت مترندر على الاخر. هرجع كده تاني. ليش 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 سطر 4 بيقول لي اف ان المسج لا تساوي فاضي، زعلان من الامر ده. فطبعا هو مش لاقيها، فانا هقول له ماشي ما تزعلش المسج اهي، وممكن اجيب له من الريزلت في المسج عشان ما يبقاش زعلان يبقى في مسج يعني. ريفريش قال لي في اوبجكت جالي، ده صحيح. بوك مثلا تايتل، نشوف منه التايتل الاوبجكت اللي جالك ده سامسونج فون اكس. قلت له مظبوط، يبقى كده الداتا اتبعتت صح. كلام جميل، يبقى كده اتاكدت. بس كل اللي عملته ان انا اتاكدت ان الداتا اتبعتت صح، بعتها في مسج، جبت ان الريزلت بتاعتي، جبت بس النيم اللي هو التايتل وعرضته، لقيته اتعرض. قلت بس خلاص، يبقى احنا كده ايه الداتا فعلا اترمت من الايديت برودكت بيج. وافترض بقى اروح على الايديت بقى برودكت بيج ديت، وخلي بقى ايه الحاجات اللي هنا دي تطلع داتا بدل ما هي تبقى يعني كده. خلاص احنا جينا هنا وكله تمام وتقريبا نفس الشاشه، بس احنا عايزين ايه نخليها تطلع بيانات.